انطلقت رحلة خفاف في محافظة القنفذة، وذلك لتسليط الضوء على مناطق سياحية على الساحل الغربي للمملكة وإثراء أيضا المحتوى المرئي ومحركات البحث بصور الإبل وغيرها. طبعا أبرز المواقع الطبيعية البكر التي لم تجري العادة على زيارتها، وتكلمنا عن تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. سعدني الترحيب بمراسل الإخبارية في القنفذة حمد بن حسين اللي رافق الرحلة. حمد مساء الخير، يعطيك العافية. حمد، كيف انطلقت رحلة خفاف وأهم الأمور اللي شاهدتها هناك؟ مساء النور. طبعا نتحدث عن هذه الرحلة التي انطلقت وبدأت من شاطئ القنع، هذا الشاطئ الذي له تاريخ معروف، يعني أهل الإبل قديما يقصرون الإبل في هذا الشاطئ لعلاجها ومنعها من الفطريات، وهذا الشاطئ له مكانة لذلك تم اختياره. أيضا مسار الرحلة تستمر إلى يوم غد بإذن الله، هي مدة الرحلة 4 أيام. الرحلة هذه ميزها أنها تنوع جغرافي حسب تنوع جغرافية المملكة، يعني نتكلم عن بحر وأيضا صحراء وأيضا جبال وأيضا عندنا أودية، تنوع يعني الرحلة هذه، وأيضا بجوار هذا الوادي وادي ملتقى الوديان الذي له أهمية وتاريخ هذا الوادي. أيضا شوف لو تلاحظ هذا المنظر الجميل، منظر الإبل في هذا الوادي، شوف ما شاء الله، يعني هذه من طبعا نتكلم عن المشاركين الآن، هذا وقت راحتهم يعتبر. شوف ما شاء الله، يعني منظر جميل، منظر الإبل على هذه الأودية وعلى هذا الوادي بالتحديد. بنتكلم عن هذه الرحلة باختصار مع ضيفنا محمد الحربي مدير الإعلام في نادي الإبل. نادي الإبل طبعا هو المنظم لهذه الرحلة، أهلا بك. أولا نتكلم عن هذه الرحلة، يعني أهدافها الرئيسية ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من أحد أهداف الرحلة هو التعريف بالمواقع المهمة في المملكة العربية السعودية، وكل المواقع مهمة في المملكة، لكن أيضا هذه أحد الرسائل النادي الإبل، تعريف في مواقع جغرافية مهمة ولها تاريخ ولها بعد تاريخي ولها أيضا بعد جمالي. اليوم حنا في انطلقنا من القنفذة أمس، واليوم حنا في وادي قنونة، تحديدا في ملتقى الأودية في وادي قنونة، هذا الوادي الجميل اللي تقطع الإبل بإذن الله. وأيضا من الأهداف إثراء المكتبة، مكتبة الصور عن الإبل حول الإبل في المواقع المهمة، مع الجبال، مع الوديان الجارية، مع أيضا في البحر. فالحمد لله يعني حققنا جزء كبير من أهداف الرحلة، وأيضا من الأهداف أيضا أهداف ثقافية، تعريف الناس طريقة الركوب، وطريقة الركوب بدون تدخل، بدون وجود سيارات، اعتماد على أنفسهم بالذات كما كانت طريقة الآباء والأجداد على هذه الأرض. حلو، جميل، شكرا لك. طبعا بننتقل مع ضيفنا من أهالي هذا المركز المجاور لهذا الوادي، وادي قنونة، وبالتحديد هو خميس حرب. أهلا بك، تفضل معنا. تفضل معنا هنا. أولا نتكلم عن هذا الوادي، يعني نتكلم عن تاريخه وأهميته الجغرافية باختصار. مرحبا بكم جميعا وحياكم الله. طبعا الوادي هذا وادي قنونة وادي شسع، الوادي هذا يمتد من العرضيات إلى البحر. طبعا الوادي هذا وادي جميل ويلتقي هنا، سمي ملاقي الأودية لالتقاء الواديين كلها. طبعا المنطقة هذه اللي انتم فيها هذه سمت ملاقي الأودية، تابعة لمركز خميس حرب، التابعة لمحافظة القنفذة. طبعا مشايخ خميس حرب الشيخ عبد العزيز بن مدرمخ والشيخ موسى الحربي. مرحبا بكم جميعا. عندنا ضيق، تفضل حبيبي. شكرا لك محمد الحربي من أهالي هذا المركز المجاور لهذا الوادي. كما تشاهدون هذه الإبل، الآن وقت راحة المشاركين. باختصار هذا ما لدينا، وسنكون معكم بإذن الله في محطة قادمة خلال الساعة القادمة بإذن الله في سوق شعبي موجود بالجوار، وأيضا يتواجد على مسار الرحلة. غدا بإذن الله ستكون الزيارة إلى نقش النمر، وأيضا المشاركون طبعا اطلعوا على العديد من النقاط الهامة في هذا المسار الذي تم تحديده، وهي مناطق بكر لم يسلط إليها الإعلام كثيرا، وهي تقريبا يعني الأهداف الرئيسية منها هي إثراء وسائل البحث
الإلكترونية وغيرها عن هذه الأماكن والمواقع التاريخية الهامة. وأعود إليك. شكرا جزيلا لك حمد بن حسين ولضيفك أيضا.